أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كفاءات الإمارات. نختار لكم نخبة رجال الأعمال، رحبوا معي لهذا اليوم سعادة الرجل الأعمال أستاذ محمد. في البداية يسعد مساك. يا أهلا وسهلا، أسعد الله مساكم أستاذ محمد. بعيدا عن الألقاب، من هو محمد من بداية حياته العملية؟ نعم. لما وصل للمرحلة هاي تفضل. السلام عليكم. طبعا البداية ما كانت في التجارة، كانت طبعا في الوظائف الحكومية. نعم. فمن هناك احنا تعلمنا، لان حتى وانت في الوظيفه يعني الحكوميه الواحد يتطلع لقدام، يتطلع انه يبني نفسه ويكون شيء. فالحمد لله رب العالمين، يعني حصلنا الدعم من الحكومه طبعا اول، ومن الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. وكانت البدايه بدايته هو طبعا، هو المؤسس، واحنا كملنا المسيرة. والحمد لله يعني رغم يعني شركتنا مو بكبيرة او المعهد مو بهذاك الحجم، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني قدرنا نترك بصمة، وقدرنا نطور من معهد صغير كان بادي بسيارة واحدة الى اصبحنا الحمد لله الان نملك عدد كبير من السيارات، وعندنا من الكفاءات ومن المدربين الجيدين اللي نقدر نقول يعني دربنا من الأهالي ومن الأخوة والأخوات كم كبير. ونفتخر أن يعني قدرنا نحط لهم اللبنة الأساسية وأسلوب التعليم لسواقة السيارة. أستاذ محمد، نتطرق أيضا الخدمات اللي بتقدموها هنا. شو بتقدموا خدمات للسادة المشاهدين؟ طال عمرك احنا هني نقدم خدمة اللي هو تدريب سواقة السيارة، لأن مثل ما احنا عارفين أن السيارة يعني هي سلاح ذو حدين. نعم. إذا ما تدربت على أنه تتعامل معاه وتسوق بالشكل الصحيح والسليم، نعم، بالالتزام بقوانين البلد اللي انت فيها، بقوانين السياقة نفسها، معرفة المركبة نفسها اللي انت تسوقها، ما بتسوق بالشكل الصحيح يعني. نعم. فاحنا طبعا نقدم الخدمة هذه اللي هو تدريب الطالب او الطالبة، احنا نسميه طالب لانه يعني جاي يطلب ان يتعلم كيف يسوق ويتعامل مع هذه المركبة. فاحنا طبعا نقدم الخدمة هذه. طيب لو نحكي شوية عن الخدمات أيضا، كيف العميل بيجي لعندكم؟ كيف بلشوا الإجراءات معاه لما يحصل على الرخصة؟ طال عمرك كانت طبعا البدايات أن ننتظر الطالب يجينا يدخل علينا ويوصل أن يفتح الملف طبعا عن طريق إدارة المرور والترخيص. نعم. بالشارقة. وبعدين طبعا نقوم احنا بالاجراءات الثانيه اللي فتح الملف وتوجيهه وتوصيله للمدرب اللي هو بيقوم بتدريبه على حسب لغته، على حسب فئته اللي هو كان يعني رجل او امراه، او واللغه اللي يتكلمها. عندنا الحمد لله يعني مجموعه من المدربين والمدربات يتكلمون يعني نقدر نقول باكثر اللغات الحيه. هالخبرة والقطعان سيد. نعم. محمد، الخبرات كيف؟ نعم. يعني جذبتها لعندك؟ طال عمرك هناك طبعا يعني إدارة المرور والترخيص عملت ضوابط للعمل كمدرب. أني أعمل كمدرب. عملت لهم ضوابط وشروط. هو في البداية لازم تتوفر فيه هذه الضوابط والشروط، طبعا الخبرة، أن يكون متعلم، وطبعا السن في سن معين. بعدها احنا
نقوم طبعا بتقديم بالمقابله الشخصيه، بعد المقابله الشخصيه يتوجه للمرور لاداره المرور والترخيص، واداره المرور والترخيص جزاهم الله خير طبعا مو مقصرين، عملوا معهد لتدريب هذا اللي بيجيك كسائق ان كيف يكون مدرب سواقه، لان انت تسوق السياره انت كسائق حتى لو تسوق من 10 سنوات، ولكن انك تكون مدرب او معلم عشان تدرب يجب ان تكون يعني حاصل على هذه الدوره اللي تقدمها اداره المرور والترخيص. نعم نعم. نتطرق ايضا استاذ محمد للتميز في ظل هال يعني زي نحكي المنافسه الكبيره. نعم نعم. زي ما تعرف دوله الامارات يعني اكثر من 200 جنسيه. نعم. كيف استطعت انت ترضى هال يعني نحكي هال 200 جنسيه؟ والله طال عمرك المنافسه طبعا كبيره. نعم. في سوق الامارات. لان دولتنا الحمد لله من الدول اللي تشجع التجاره وتشجع يعني المنافسه، وجزاهم الله خير شيوخنا هم اللي يوجهونا يعني هم اللي يعلمونا هذا الشيء، واحنا في خضم هذه المنافسه الكبيره نحاول نقدم الافضل قد ما نقدر، نحاول نقدم الافضل ولو حتى على حساب ان انا ما اتقاضى الا اللي هو يعني المبلغ او المردود اللي فقط يعني يغطي تكلفتي احيانا، ولكن الحمد لله طبعا يعني هو المردود دائما جيد وممتاز، ولكن اقول لك احيانا نضطر انه في خضم المنافسه في اوقات معينه وفي مواسم معينه نضطر أن نقبل بال يعني بالمردود اللي هو اللي بس يغطي التكلفه. فالحمد لله قادرين ننافس يعني. ما شاء الله عليكم استاذ محمد. لو ايضا ما شاء الله عليك روحك شبابية. الله يخليك. بعد 5 سنوات وين راح نشوفك ونشوف الذيب؟ يعني الحمد لله أنا مش بس يعني لل يعني اهتميت بنفسي أو بشركتي، لا أنا برضو يعني أشغل منصب رئيس لجنة تعليم قيادة السيارات بإمارة الشارقة. أنا بعد ما أعتبر هذا بس طموحي، لا أنا أنظر إن شاء الله قدام أن في الأيام الجاية وبفضل الدعم الحمد لله اللي نحصله من حكومتنا ومن شيوخنا وخصوصا في إمارة الشارقة من والدنا الكبير معلمنا الشيخ الدكتور سلطان، يعني أن قدام يكون أسطولنا أكبر في التعليم ونترك بصمة أفضل إن شاء الله. ان شاء الله من تقدم وازدهار. امين ان شاء الله. استاذ محمد لو نيجي لجانبنا الوطني شوي صغيره. نعم. شو بتعني لك نعمه الامن والامان؟ نعمه ما نقدر نوصفها، زرعها فينا الوالد الكبير ومؤسس هاي الدوله الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه. ويغمد روح الجنه وتابع المسيره الله يعطيه الصحه والعافيه والدنا الشيخ يعني خليفه. والشيخ محمد وشيوخنا كله يعني زرعوا فينا هذا الشيء، والحمد لله رب العالمين بفضل هالنعمة احنا وصلنا، وان شاء الله بنتقدم اكثر واكثر ان شاء الله تعالى. ان شاء الله من تقدم وازدهار. استاذ محمد لو نيجي لشخص او اشخاص زي ما نحكي عنهم جنود خفاء. نعم. كانوا داعمينك طول هالمسيرة. نعم. فمين بيستحق منك كلمة هالشكر عبر شاشاتنا اليوم؟ والله طال عمرك اولا وقبل كل شيء والدي الله يرحمه المؤسس
وبعده يجون طبعا اخواني يعني خصوصا اخوي عبد العزيز اللي هو اكبر داعم لي من البدايه ماديا ومعنويا بكل صراحه يعني. احنا بنوجه له ايضا رساله شكر عبر شاشاتنا. وطبعا لا اخفى عليكم يعني المدربين الاكفاء اللي انا لولاهم ما قدرت احافظ على اسم هذه المؤسسه. نعم اكيد اكيد انا اوجه لهم كل شكر صراحه. واحنا بنشكرهم ايضا وبنشكرك ايضا على الاستضافه الجميله وعلى اللقاء الجميل. وفي النهايه استاذ محمد بدنا منك بس تعطي العناوين وكيفيه التواصل معكم. طال عمرك عنواننا اللي هو في الشارجه مجمع الناصريه لتعليم قياده السيارات. احنا في المكتب رقم 20 وبرضه ممكن يدخلون عن طريق المواقع. لنا موقع اللي هو مدرسة الذيد لتعليم قيادة السيارات. وطبعا يعني الحمد لله اسمنا غني عن التعريف والكل أكيد. يا ما في بيت يخلو في الشارجة ما حد تدرب عندنا. أكيد إن شاء الله عليكم هالسمعة الطيبة لم تأتي من فراغ. والآن ستظهر أرقام الهواتف للتواصل معكم. وبالنهاية أستاذ محمد لا يسعني لتقدم لك بجزيل الشكر والعرفان. أنا أشكر ولدعمك برنامجنا وشكرا لإلك وشكرا لجهودك. وأنا أتوجه لكم بالشكر الكبير والكبير وأتوجه يعني الكل إنسان دعمنا وعلى رأسهم حكامنا وشيوخنا وأقول لكم جزاكم الله خير والله إن شاء الله يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله لكل خير. شكرا لك أستاذ محمد. وفي النهاية أعزائي المشاهدين انتظرونا بحلقة جديدة. دمتم برعاية الله.